واحد النهار تواصلت مع ريم فكري كنهضروا بها على كذا ايوا والله يفرج عليها وداكشي كنهضر معاها وقالت لي قلت لها ودي راه عرفتي شحال من مره كنبغي نبارطاجي شي شونسون ديال لي زارتيست وانا راه ما تيبارطاجيش اغاني ديالي وهادي وقلت لها شوفي راه عادي راه الانسان فهمتيني اللي كيبغيك هو اللي غادي يبارطاجي. ذكرنا ريم فكري شتي الاغنيه الاخيره ديالها اللي خرجت كيف عبرات على الاحاسيس ديالها كيف كنقولوا جاوبات واحد الجواب نتاع اللي تعرف ليه اللي هو كفنانة جاوبت بفن سمعت الأغنية أمين سمعت الأغنية ويعني الصراحة تأثرت بزاف لأنه صعيب أنه ما يكونش عندك شي حاجة اللي تعبر بها من غير الفن بزاف الناس غيقولوا لا ما كانش خصها ولا كاين أنا كوجهات نظري هي ما عندهاش لو شو باسكو أنا كفنان كنحس بالفنان ما عندهاش شي طريقة أخرى باش تهضر ما عندهاش ne peut pas s'exprimer autrement à part une chanson. فهمتي بحال شي واحد تلاقيتيه في الزنقه مسكين ما تيهضرش كيفاش غادي يعبر بلغه الاشاره فنان الا هو بصح فنان باش يعبر على احساس ديالو يعبر موسيقى ماشي عارفش ما يقدرش يهضر دونك الله يوقف معها الله يوقف مع اي مضرور فهمتي نحاولوا حنا في المجتمع ديالنا بطبعه مجتمع اللي هو كنوقفوا في وقت الحزه وقت الشده راك شتي في مراكش حنا دابا في مراكش شنو اللي طرا المشكل كيفاش الناس وقفوا مع بعضياتهم صح. يعني كنتمنى ان احنا كنا نوقفوا مع بعضياتنا حيت راه بصح المغاربه واخا تيكعاو واخا تيهضروا واخا تيدابزوا الفون ديالهم زوين حتى في كلمه اللعبه ديال تصالحوا تعقل ملي كنا تنقراو تيقول لك استاذ وصافي تصالحوا وصليه راسو وبسك راسو هذه هي اللي خصها تكون هذه هي خصنا نكبروا عليها ونعلموا عليها وليداتنا انه ما نحقدوش ما نضروش بعضياتنا شريكه راه تفه في الاغنيه ديالها قالت انه داوي المغاربه اللي بقاو معاها والله يوقف معاها ان شاء الله يا ربي تميز ومصداقيه.